أول حاجة الإيمان بالثالوث القدوس، الإيمان بالمسيح ابن الله وابن الإنسان، الإيمان بأن لا خلاص إلا بدم المسيح. لو حد قال كده وآمن بكده يقولوا عليه مسيحي، غير كده بيسموهم كالتس زي أي حد تاني. لكن مش ده اللي العالم بيشوفه، لأن في ناس كتير اتولدوا مسيحيين وبيؤمنوا بالحاجات دي كتسليم، بس هل هم فعلا مسيحيين في الحق ولا مسيحيين في الاسم؟ احيانا نقول على المسيحي اللي بيؤمن بتعاليم المسيح، واوقات نقول على المسيحي اللي متعمد، واحيانا نقول على المسيحي اللي بيجي الكنيسه يوم الحد، واحيانا نقول على المسيحي اللي هو بيتناول الاسرار او بيؤمن بالاسرار المقدسه. لكن الحقيقه ان في ناس قالوا للمسيح احنا بشرنا باسمك، وقال لهم ايه؟ قال لهم انا ايه؟ لا اعرفكم. ليه كده؟ بقى كل الحاجات الحلوه اللي قلناها دي، كل اللي انا قلته ده صح وجميل، بس مش هو ده برضو الانسان المسيحي. في اجماع الاباء ان الانسان المسيحي هو الانسان الذي يحيا المسيح فيه. خلي بالكم، عايزين نركز على نقطه مهمه كده. في فرق بين ان انا اؤمن بالمسيح بس يبقى برايا، وبين ان انا المسيح هو الذي ايه؟ يحيا فيه. يعني في ناس تؤمن بالمسيح، بالعكس ده في ناس حتى من غير ما يؤمنوا بالمسيح يقولوا على ان المسيح ده ما فيش بعد كده، افضل شيء، افضل حد. لكن الانسان المسيحي في الحقيقه هو الانسان الذي يحيا في المسيح ويحيا ايه؟ بالمسيح. اكبر مثل كان على هذا الامر هو امنا العذراء، لدرجة إن الروح القدس حل عليها وكون من أحشائها جسد المسيح، فأصبح المسيح متجسد من العذراء. عشان كده إحنا في الأيقونة الجميلة دي بنرسم الملكة قائمة عن يمين الملك، ولو تبصوا لوشهم الاتنين تلاقوا الفنان بيرسمهم إيه؟ متشابهين. الفرق ان الصليب اللي على هالة المسيح في صليب، ده الفرق. بولس الرسول في انجيل يوحنا يعبر عن الموضوع ده بطريقة عميقة جدا. في يوحنا 15 يتكلم المسيح ويقول ان هو الكرمة وانتم الايه؟ الاغصان. طب الاغصان قوتها وثمرها وثباتها بيتوقف على ايه؟ على عصارة الكرمة انها تسري في الاغصان. ما يكفيش ان عصرت ان الفرع يقول ان انا في الكرمة دي، لو الفرع ده مش متغذي على الثمرة، مش متغذي على عصارة الكرمة بتسري فيه، تلاقي الفرع يعمل ايه؟ يجف، على الرغم ان هو ايه؟ فرع فين؟ في الكرمة. زي ما ممكن يكون إنسان داخل الكنيسة بس مش سامح للمسيح يحيا فيه، تبص تلاقي هذا الإنسان يقول عنه كتاب له صورة التقوى ولكنه ينكر قوته. الاسم مسيحي، البطاقة مسيحي، الكنيسة كل حاجة مسيحي، لكن هل حياة المسيح ظهر فيه؟ لا. يبقى لهم سورة التقوى ولكنهم ينكرون ايه؟ قوته. بولس الرسول عبر بطريقة تانية، طريقة جميلة جدا، قال احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. يعني ايه المسيح يحيا فيا؟ ده موضوع كده غالبا هناخده لوحده، بس يعني ايه تفتكر؟ يعني ايه انا مسيحي فلابد ان المسيح يحيا فيا؟
يعني أنا أقدر أقول كده إيه؟ كل حاجة فيا هي تعبر عن إيه؟ عن المسيح. يعني أنا لما حد يتعامل معايا ما بيتعاملش معايا أنا، ولكن بيتعامل مع المسيح الذي يحيا فيا. تعالوا ناخد مثل، لما يجي بولس الرسول يقول أما نحن فلنا فكر المسيح. يعني إيه ده فكر المسيح ده؟ طب ده احنا فكرنا ده عامل زي موج البحر اللي يعني حاجة صعبة. ده فكرنا ده بيحب ويكره ويشتهي ويدين، ويعني فكرنا ده بيلخبط لخبطة، ده لدرجة جبت لكم نبذة لطيفة كده اسمها حرب الأفكار وعظات للبابا شنودة. ليه؟ طب هل أنا كمسيحي واسمي مسيحي أقول أما أنا فهل أنا فكر المسيح؟ هل أنا كل فكري لما أنا بص لأخويا ودينه أو لبص لأختي واشتهيها يبقى أنا ليا فكر المسيح؟ هل ده فكر المسيح؟ طب ما أنا متعمد ولا مش متعمد؟ متعمد، وبتناول كل أسبوع ولا متناولش؟ بتناول، وبصوم ولا ما بصومش؟ بصوم، وحافظ تسبيحة وحافظ مش عارف إيه. لكن أحياناً إنساننا الداخلي يكون غير إنساننا الإيه؟ الحقيقي. يعني الإنسان الحقيقي هو مفروض إن اللي في الداخل يكون هو أيضاً اللي في الإيه؟ في الخارج. لكن إحنا كتير يا إخواتي بنحب إن إحنا نبقى عندنا حاجة بنسميها دبل ستاندر، بيبقى عندنا حاجة اسمها إيه؟ قشرة، عارفين الذهب القشرة اللي هو يلمع بس ما هوش إيه؟ ذهب، يلمع بس ما هوش ذهب. اهو في انسان مسيحي بالاسم لكن هو في الحقيقه ليس بايه؟ بمسيحي. من الحاجات العجيبه ان لما بتمر بالكنيسه اي اضطهاد قوي يبين الحته دي. يعني ابطالنا اللي استشهدوا في ليبيا دول اقدر اقول ان مين اللي كان عايش داخلهم؟ المسيح. بالتالي ما خافوش، لكن لو كان روح العالم اللي ساكن جواهم كانوا أنكروا الإيمان. صح الكلام ده؟ طب ما أنا روح العالم اللي بتسكن جوايا بتخليني أنكر وسائل المسيح. أنا بؤمن بالكتاب المقدس وأشيله على رأسي وأبوسه وحلو خالص. طب ما الكتاب المقدس بيقول أحبوا أعداءكم. لما حد بيديني كتف بعمل فيه إيه؟ ها؟ بديله كتفين مش كده؟ لما حد يدوس لي على طرف بدوس على ايه؟ على رقبته. ها؟ مش دي الحقيقة؟ طب هو ده مسيحية؟ دي مش مسيحية. عشان كده العالم برة مش قادر يميزنا. يعني من الخطورة هنا لو انا بقول انا مسيحي يبقى مفروض انا عندي اعلان او يستعلن المسيح فيا للعالم. بس العالم ما بيشتريش قشرة، بيشتري حقيقي. فالعالم لما يلاقيك بتشتهي زيه وبتكذب زيه وبتسرق زيه وبتهمل زيه وبتشتهي زيه يحس ان مفيش ايه؟ مفيش فرق. في تعبير كده لطيف يقول لك ايه على واحد، يعني افتكر ابونا انطونيوس باقي لما البابا بعته امريكا قعد يخدم 50 يوم وتنيح، فالناس اتأثرت بيه جدا وبعتوا للبابا شنودة تعبير كده البابا حفظه بقى يرددوا كتير عن ابونا ده. قالوا ايه للبابا؟ قالوا له عرفنا المسيح لما عرفنا ابونا ده. ليه؟ لان المسيح ظاهر فيه. وده هدف الخدمة. يعني بولس الرسول بيقول آية عجيبة جدا، بيقول يا اولادي الذين اتمخض بيهم حتى يولد المسيح فيهم. يعني ايه ده؟ يعني بولس الرسول بيمثل نفسه كأم بيحمل المخدومين في أحشائه علشان يعمل عملية التحام بين المخدوم وبين المسيح. فالمولودين من رحم كرازة بولس الرسول يولدوا ولهم صورة مين؟ صورة المسيح. صورة المسيح. في يوحنا 15 بصوا التعبير بتاع الكرمة، يقول أنا هو الكرمة وأنتم الأغصان، الذي يثبت فيا وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير.
لو ما عندكش محبة أو طول أناه أو وداعة، اعرف أن أنت مش ثابت في المسيح، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. الآية دي آية محورية جدا في الموضوع بتاعنا، بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. أحبائي بصراحة إحنا بنحب نتعامل مع المسيح من بره، يعني من ناحية الشكل، لكن لما أجي أقول لك هل أنت المسيح يحيى فيك، تلاقي دي ليها ضريبة إحنا أحيانا بنبقى ما عندناش استعداد إن إحنا ندفعها، لأن من الأسهل إن أنا أحب بالكلام وباللسان، لكن صعب إن أنا أحب بالعمل والإيه والحق. بالسهل إن أنا أقول إن أنا متواضع، لكن من الصعب إن أحتمل كلمة تأنيب أو إصلاح حد يوجهها لي، تلاقي على طول الإنسان يعمل إيه، يتعب لدرجة إن واحد قال كلمة صعبة جدا، قال نحن نحاول أن نحيا المسيحية بدون المسيح يحيا فينا. ده أنا لما بيبقى اسمي مسيحي معناها إن أنا أحمل صفات إيه؟ المسيح. هو كلمة مسيحي يعني إيه؟ ها؟ يعني أنا أحمل صفات المسيح. لو أنت مش حامل المسيح داخلك، إزاي الصفات ديت هتبقى ظاهرة فيك؟ ومن الجميل في الحتة ديت إنها موجودة من البداية، من الأسامي الجميلة اللي تنبأ بيها كتاب المقدس عن المسيح، قال عنه إيه؟ عمانوئيل، الذي تفسيره الله إيه؟ معنا. بس معنا يعني قاعد في وسطينا، ولا معنا يعني قاعد جوانا؟ بلكو لو المسيح جواك العالم كله بكل ما فيه لن يستطيع أن يؤذيك، لو المسيح براك هتخاف. شوفوا الآيات ديت بيقول إيه، بولس الرسول بيقول يحل المسيح في قلوبنا، ويقول إن كان الله معنا فمن علينا، وفي أشعياء يقول لا تخف لأني معك. أما بقى في يوحنا 17 في المسيح الصلاة الجميلة بتاعته، يقول تعبيرات رائعة، يقول إيه؟ يقول يكون الجميع واحد فينا كما أنا إيه؟ تخيلوا، بيشبه علاقة المؤمن بالمسيح كعلاقة الابن بالإيه؟ بالآب، وهي فين؟ في الوحدانية. علشان كده إن الإنسان اللي عايز يكون مسيحي حقا لابد إن المسيح هو اللي يكون حي جواه. أنا هاخد العذراء كمثل لهذا الأمر. تفتكروا بنت عندها 13 سنة تحتمل أن تصير أم بدون ذرع بشر، تفهمها إزاي دي؟ تدركها إزاي؟ بدون علاقة جسدية. طب موقف يوسف إيه؟ موقف الجيران ايه؟ طب تعدي دي موقفها في رحلة مصر ايه؟ موقفها في اضطهاد اليهود اللي كان بيتقال عنهم ان هم ارادوا ان يصطادوه بايه؟ بكلمة. ابنها اللي بيأكل الناس ويشبعهم ويشفيهم ويقيم موتاهم يقولوا عليه ناصري وبك ايه؟ شيطان. موقفها وابنها يحمل الصليب ايه؟ من يستطيع أن يحمل إيه هذا؟ سمعان الشيخ لما راحت العذراء تقدم المسيح وقال النبوة بتاعته، قال لها يجوز في نفسك سيف. من يستطيع أن يحتمل أن يجوز في نفسه سيف؟ المسيح يحيى إيه؟ داخله، يحيى داخله، فالسيف دوت ما يأثرش فيه. العذراء احتملت آلام الصلب، وقفت عند الصليب وهي تعتصر الألم، ولكنها تفرح بإيه؟ بالخلاص. طب هل ده فكر بشري ولا ده فكر إلهي؟ هل دي مقدرة بشرية ولا مقدرة فوق طاقة البشر؟ إيه اللي إدى للعذراء المقدرة اللي فوق طاقة البشر ديت؟
المسيح الذي يحيا فيه، المسيح الذي يحيا فيه. يعني عشان نبقى الموضوع بسيط كده وسهل، طول ما المسيح براك انت بتتكلم عن حاجة شفتها مش حاجة عشتها. طول ما المسيح جواك تستطيع ان انت تواجه نفسك وتواجه العالم، وتستطيع ان تكون ناميا وثابتا بل مثمرا في المسيح، بل كارزا بالمسيح لكل احد. تخيل ده بولس الرسول، غير الآية اللي قال يا أولادي الذين أتمخض حتى يولد المسيح فيهم، قال وددت أن أعرف شيء واحد بينكم، يسوع المسيح وإياه إيه؟ مصلوبا. طب يسوع المصلوب ده هيشوفه إزاي؟ هيصلبهم هما ولا هيبقى ظاهرا في حياتهم؟ هيبقى ظاهرا في حياتهم. طب إزاي أنا أعيش المسيح دوت المصلوب في حياتي؟ ده بيقول مع المسيح إيه؟ صلب، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. هفسر لكم دي ونقفل. كأن بولس الرسول بيقول إن إنساني العالمي المادي لا يستطيع أن يظهر فيه المسيح إلا لو لم يصلب هذا الإنسان مع المسيح، فتظهر حياة المسيح إيه فيه. وده اللي احنا بنمارسه في سر المعمودية. في سر المعمودية احنا بنعمل ايه؟ بناخد الواد الحلو الأمور اللي ابوه وامه ولدوه وتعبوا فيه وروح دفنينه. ليه؟ مماتا في الجسد محييا في الروح. يبقى الطفل لما بيموت في جرن المعمودية بيطلع من جرن المعمودية حياة المسيح مولودة فيه. المسيح ايه؟ مولود فيه. عشان كده احنا كنيستنا بتربط سر الميرون بسر المعمودية. يطلع من المعمودية خليقة جديدة، اناء مطهر، نرشمه 36 رشم ونقول له انت دلوقتي بقيت اناء للروح الايه؟ القدس. يبقى الله يحيا ايه؟ فيه. يبقى الله يحيا فيه. عايزين نحط الحتة دي قدامنا، وان شاء الله في فرص تانية هنتكلم اكتر عن تطبيقات عملية وازاي نقدر نحط البذرة وننميها ونكبرها ويبقى المسيح يحيا في داخلنا. يعني أنا بس الكلمتين اللي قلتهم دول عايزكم تطلعوا منهم بجملة واحدة: لا تبحث عن المسيح خارجك ولكن ابحث عن المسيح إيه؟ داخلك. لو داخلك هتبقى مسيحي، لو خارجك هتبقى سمعت عن إيه؟ المسيح. أغسطينوس قال له إيه؟ تأخرت كثيرا في إيه؟ معرفتك. وقال له بحثت عنك في كل مكان ولم أجدك لأنك كنت إيه؟ داخلي. ما عمركيش دورت على حاجة وهي في إيدك؟ ها؟ وبعدين تقول إيه الواحد ما بيفكرش؟ أو المسيح مش هيقعد لا في إيدك ولا في جيبك ولا في الخزنة يبارك لك الفلوس ولا في الصحة يباركها لك ولا في العيال يكبرهم لك. المسيح مش هيسكن غير في مكان واحد. عارفين البذرة توضع فين؟ في القلب. لأنه قال يا ابني أعطني قلبك لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين يا أبانا.